ينضم إلينا من ساحة التحرير مراسلنا علي عبد الكريم. مرحبا بك علي، التظاهرات تجددت اليوم، من خلال استطلاعك وسؤالك للمتظاهرين هل علمت بالتحديد لماذا تجددت هذه التظاهرات رغم رفع الخيام أمس؟ مرحبا بك جميل وبكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية. تجددت التظاهرات اليوم بالمناسبة أو بالتزامن مع انطلاق تظاهرات في المحافظات العراقية الأخرى. اليوم أبرز المطالب التي نادى بها المحتجين هنا هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة، هي نفس المطالب التي كانوا ينادون بها منذ بداية تشرين إلى غاية اللحظة. يعتقد المحتجون هنا أنه لا غاية الآن لم يتم التعامل مع مطالبهم بصورة حقيقية أو جادة. هذه التظاهرات اليوم شاهدناها، وأيضا هناك شاهدنا إجراءات أمنية مكثفة، وشاهدنا قوات حفظ القانون هي التي تحمي الاحتجاجات هنا، ومن الممكن أن تتجدد يوميا أو بين فترة وفترة أخرى قريبة. نعم، ماذا عن انتشار الأمن هناك علي؟ كيف كانت القوات الأمنية تتعامل مع المتظاهرين اليوم؟ يعني اليوم شاهدنا انتشار أمني واسع ومكثف لقيادة عمليات بغداد، وأيضا هذا الانتشار الذي شاهدناه هناك تنسيق بين المتظاهرين وبين المحتجين. شاهدنا حماية المحتجين حماية واسعة. المحتجون مثل ما قلت اليوم طالبوا بإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وحرة، أضافة إلى ذلك طالبوا بحل البرلمان وبعد الأحزاب وتفعيل قانون الأحزاب، إضافة إلى ذلك بعض المطالب الأخرى التي يريدونها، وأيضا محاسبة قتلة متظاهري التحرير والمحافظات الأخرى. طيب، هذه المطالب ربما حلت بشكل يعني ليس فعليا، وإنما حلت على 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 بوعود، حلت أطلق السياسيون للمتظاهرين. هل يمكن أن تعود التظاهرات مجددا حسب ما استفهمت من المتظاهرين؟ يعني بالوقت الحالي لا ممكن أن تعود يعني مثل ما كانت. يعتقد المتظاهرون اليوم أن السياسيين لم يلبوا مطالبهم، بل بالعكس التفوا على مطالبهم خاصة بالبرلمان، وأعملوا فيها على مصالحهم الخاصة ومثل ما يشتهونهم. نعم، شكرا لك علي عبد الكريم مراسلنا، كنت معنا من ساحة التحرير.